اللي ربت واللي دايما وقت خوفي في حضنها بمسك وأدبت، علمت واتحملت علشان بكل بساطة حبت. الحب ما يتوصفش كتير أوي، أغلى حد عندي في الدنيا كلها. أنا بحبه أكتر من أي حاجة. هي كل حاجة في حياتي، عارفة طبعا. قد الدنيا إن هي بتدي ما بتاخدش. كنت خايف لتاعي أكتر ما هي عيانة، وكنت خايف عليها. أنا كنت فاكرة إن هو حاجة عادية. عندها مرض وحش، عندها سرطان، حاجة كده خدت روحي. وبطبطب عليها ساعات لما بتعيط، لأنه هو دي أغلى حاجة عندي. كنت حاسة إنها بتوفى. الدنيا اسودت في وشي، فضلت حابس نفسي في الأوضة لمدة أسبوع. اتصدمت. طب أنا إزاي هصحى من النوم مش هلاقيها؟ أنا مش هقدر أعيش من غيرها. يعني ألمها هي كان بيألمني أنا والله. يا رب يشفي كل الناس اللي عندها سرطان زي أمي ويديهم الصحة. ربنا يشفي ماما يا رب. نفسي هدية عيد الأم تروح لمستشفى بهية عشان خاطر كل أم بتتوجع، تسعد أمهاتنا كلنا في بهية. خلي هدية عيد الأم السنة دي لكل أم في بهية. أنت أجمل حاجة فيا، يا اللي لو تتألمي الدنيا دي